تعال اقول لك على خدعه كده في التسويق بيضحكوا عليا وعليك بيها طول الوقت. ناس كتير لما بتيجي تشتري اول حاجه بيبص عليها او بيلفت نظره المنتجات اللي عليها عروض او خصم، بغض النظر عن كواليتي او خامه المنتج او حاله المنتج نفسها مقارنه بسعره. يعني لما الاقي منتج مكتوب عليه مثلا 100 جنيه ممكن ما يشتريهوش، بس لو لقى منتج تاني ممكن يكون اقل منه بس مكتوب عليه السعر قبل الخصم 200 جنيه بس دلوقتي بيتباع ب 150، فانت عينك على طول هتروح لابو 150 ده نلحق الخصم اللي موجود عليه، وهي دي الخدعه اللي هم بيستخدموها. تعال احكي لك قصه شخص كده عن الموضوع ده. كان في شخص عايش في امريكا وشغال في محل او متجر الكتروني متخصص في بيع طيارات الدرون، طيارات الدرون اللي هي الطياره اللي بدون طيار، وكان هو مسؤول عن حته السيلز او المبيعات وان هو يسوق للمنتج ده ويتكلم عن مميزات المنتج ده ويشرحه للعملاء والزباين بشكل كويس بحيث ان هو يقدر يستقطب اكبر عدد من العملاء والزباين ويبيع اكتر عدد من المنتج ده، وطبعا كل ما نسبه مبيعاته زادت كل ما هي ارباحه زادت وبياخد بونص اكتر وحاجات اكتر. فهو كان عرض المنتج ده بيبيعه في الايام الطبيعيه عادي جدا ب 120 دولار، كان سعر الطياره 120 دولار، وكان شغال على الوقت ده لفتره طويله، ولكن في نهايه كل سنه وفي اواخر شهر 11 بيبقى فيه ما يسمى بالبلاك فرايداي، اللي بيحصل فيها كميه كبيره جدا من الخصومات على المنتجات في نهايه السنه. فالشخص ده كان بيبيع المنتج بتاعه ب 120 دولار، وطبيعي لما يجي عليه البلاك فرايداي او وقت الخصومات دوت ان هو ينزله ويبيعه مثلا ب 100 دولار، ولكن اتفاجئ ان صاحب المتجر او صاحب البراند اللي هم شغالين عليه قال لهم انت هتبيعوا المنتج ده في البلاك فرايداي باكتر من ثمنه في الايام الطبيعيه. وهنا كانت الخدعه اللي هو عملها، قال لهم المنتج ده احنا كنا بنبيعه في الايام الطبيعيه ب 120 دولار، لا احنا بقى في البلاك فرايداي هنبيعه ب 150 دولار. لكن التركايه بقى والخدعه اللي احنا هنعملها هنا ان احنا هنحط جنب السعر ال 150 دولار ده نكتب قبل الخصم كان 200 دولار، وبعد الخصم بقى 150 دولار وهو نازل عليه خصم 50 دولار. ابتدوا فعلا ان هم يفكروا في الطريقه والحيله دي وبالفعل نفذوا الحيله دي، والمفاجاه كانت هنا ان نسبه المبيعات كانت عاليه جدا في البلاك فرايداي مقارنه باللي باعوه طول السنه اللي فاتت، وان فعلا فكره ان هو يحط سيل او خصم على منتج او قطعه نفسها ممكن يكون اغلى من ثمنها الاساسي هي فعلا بتجذب الزباين وبتجذب العملاء ان هم يشتروها وبتلفت نظرهم اكتر من الحاجه الثانيه، لان هم بيحسوها ان هي عرض لفتره قليله او لمده قليله، ولو ما لحقاش ان هو يشتريها دلوقتي مش هيعرف يجيبها بالسعر ده بعد كده. فكان دايما لما يجي اي زبون يتكلم او يعرض له طياره الدرون في البلاك فرايداي ده كان يقول له ده عليها خصم 50 دولار هتلحق تشتريها ما تشتريهاش، لكن في الحقيقه ان ثمنها بعد الخصم او في البلاك فرايداي هو كان اكتر من ثمنها الاساسي للسلعه في الايام العاديه. وهي دي الحيله التسويقيه اللي بيشتغل عليها التجار والبياعين في ايام الخصومات البلاك فرايداي اللي احنا داخلين عليها يعني في اخر شهر 11. فخلي بالك لو المنتج انت فعلا مش محتاجه او لو المنتج انت عارف سعره في الايام الطبيعيه خلي بالك من التركايه دي عشان كلهم بيلعبوا على النقطه دي. وفي النهاية في ناس كثيرة شايفة ان الطريقة دي هي تعتبر طريقة حرام في البيع، وناس تانية شايفة ان الطريقة دي هي شطارة او زي ما بنقول التجارة شطارة ومفيش مشكلة ان هم يتاجروا بالطريقة دي. انا عن نفسي ممكن اكون معرفش الاجابة الصحيحة، لو انت تعرف الاجابة الصحيحة هل فعلا الموضوع ده حرام ولا هل هي تجارة والتجارة شطارة؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، انا محمد سعد، دي قناة الرحلة، متنساش اللايك واشتراك في القناة، اشوفكم ان شاء الله في رحلة جديدة، سلام.